يعد الكبد أحد أهم أعضاء جسم الإنسان، ويحتوي على كمية طبيعية من الدهون، ولكن إذا تراكمت تلك الدهون وتراوحت نسبتها ما بين 5 إلى 10%، فهي تسبب مشكلات صحية عديدة، ويطلق على تلك الحالة اسم الكبد الدهني. وهناك أكثر من وسيلة لعلاج الكبد الدهني، وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم. ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة، برجاء الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. يعد الشاي الأخضر من أكثر الأعشاب المستخدمة في علاج الكبد الدهني، حيث يعمل على الحد من تراكم الدهون على الكبد، كما يحسن أيضا من عمله. لذلك من الأفضل تناول حوالي 3 أكواب من الشاي الأخضر في اليوم، وحتى تظهر نتيجة أفضل ينصح بممارسة الرياضة مع تناول الشاي الأخضر. تعزز الهندباء من صحة الكبد من خلال قيامها بتطهيره من الدهون المتراكمة. وللاستفادة من الهندباء في علاج الكبد الدهني، ينصح بنقع ملعقة صغيرة منها في كوب ماء ساخن لمدة 10 دقائق، ثم تناول 3 أكواب من المزيج في اليوم، مع العلم أن هذه الخلطة لا تصلح للاستخدام من قبل مرضى السكر والحوامل. يتميز الكركم باحتوائه على مضادات الأكسدة التي تزيد من قدرة الجسم على هضم الدهون، وبالتالي تحد من تراكمها على الكبد. وللاستفادة من الكركم، يمكن عمل شاي الكركم بإضافة ربع ملعقة منه إلى كوب من الماء وتركه يغلي، ثم نقوم بشربه مرتين في اليوم. يتم استخدام الليمون بكثرة بغرض تحفيز الكبد على تنظيف نفسه، وذلك من خلال فيتامين سي الموجود في الليمون، والذي يساعد على إنتاج الكبد لإنزيم يطهره من السموم. لذلك ينصح بتناول كوب من عصير الليمون 3 مرات في اليوم. من أهم فوائد خل التفاح قدرته على تقليص الكبد من الدهون المتراكمة عليه، فضلا عن فوائده الأخرى، وعلى رأسها إنقاص الوزن. لذلك ينصح بخلط ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء الدافئ، ثم نقوم بتحليته بالعسل، ونقوم بشربه مرتين في اليوم قبل الطعام. تستخدم القرفة بشكل أساسي في إنقاص الوزن نظرا لقدرتها على حرق الدهون، وبالتالي يتم استخدامها في علاج الكبد الدهني. وللاستفادة منها، ينصح بخلط ملعقة كبيرة من القرفة في كوب من الماء، ويوضع الخليط على النار حتى الغليان، ثم يتم شرب المزيج مرتين يوميا. يعرف الزنجبيل بقدرته على حرق الدهون، لذلك يستخدم أيضا في حل مشكلة الكبد الدهني. ويمكن الاستفادة من الزنجبيل بأكثر من طريقة، مثل غلي شرائح الزنجبيل ثم تناول المشروب، أو عن طريق عمل شاي من الزنجبيل المطحون بوضع ملعقة منه في كوب ماء ساخن، ثم تناول المزيج مرتين يوميا. تحتوي بذور الكتان على الأحماض الدهنية أوميجا 3 التي تؤكسد الدهون وتقللها في الدم، كما أن الألياف الغذائية الزائبة الموجودة في بذور الكتان تقلل من امتصاص الدهون من الطعام. لذلك ينصح بإدراك بذور الكتان في وجبات الطعام. تساعد بذور الشمر على علاج الكبد الدهني نظرا لاحتوائها على مضادات للأكسدة ومضادة للالتهابات، ويتم استخدامها عن طريق وضع ملعقة صغيرة منها في كوب ماء ساخن، ثم نقوم بتحلية المشروب بالعسل، ويتم تناوله مرتين يوميا. يساعد زيت الزيتون بشكل أساسي على إذابة الدهون في الجسم، وينشط عمل الكبد، ويحد من ترسب الدهون به، كما أن زيت الزيتون يدخل في العلاج الكيماوي الذي يتلقاه مرضى الكبد الدهني. ويمكن الاستفادة من زيت الزيتون بأكثر من طريقة، سواء بإدراجه في الطعام، أو عن طريق خلط نصف كوب من زيت الزيتون النقي البكر مع نصف كوب من الليمون وتقليب المكونين جيدا، ثم تناول المزيج مباشرة. هناك مجموعة من الأكلات التي ينصح مرضى دهون الكبد بتناولها يوميا، ومنها أولا الأسماك، فهي تقلل من نسبة الدهون المترسبة على الكبد، وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من زيت الأوميجا 3. ثانيا الأطعمة الخالية من الكوليسترول، مثل الفلفل الأخضر والفاصوليا واللوبيا. ثالثا الزيوت الطبيعية، والتي يمكن استخدامها بدلا من السمن النباتي، ومنها زيت جوز الهند وزيت الزيتون. رابعا البروتينات التي لا تحتوي على أي دهون، مثل الدجاج منزوع الجلد. خامسا الحبوب الكاملة التي تحتوي على الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، مثل الشعير والشوفان. سادسا الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية، مثل الطماطم واللفت
والسبانخ والبروكلي. سابعا المكسرات الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تحسن وظائف الكبد مثل الجوز واللوز والفول السوداني. وأخيرا استخدام التوابل التي تعزز من صحة الكبد مثل القرفة والكاري والكمون وإكليل الجبل. يمنع مرضى دهون الكبد من تناول الأطعمة التالية: أولا الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكريات مثل الحلويات والآيس كريم والشوكولاتة والمخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض. ثانيا الأطعمة المليئة بالدهون مثل المقليات والوجبات السريعة والزبدة. ثالثا الفواكه المجففة والزبيب والعسل الأبيض، حيث تحتوي تلك الأطعمة على نسبة عالية من الفركتوز الذي يزيد من نسبة الدهون في الدم. رابعا منتجات الألبان والبيض واللحوم الحمراء. خامسا يجب على مرضى دهون الكبد تجنب تناول الملح لعدم الإضرار بالكبد، لذلك ينصح باستبدال الملح بالفلفل الأسود أو بالثوم. وأخيرا الحليب كامل الدسم والقشدة بسبب احتوائهم على نسبة عالية من الدهون المشبعة. من أهم العوامل المؤدية إلى الإصابة بالكبد الدهني: أولا تناول المشروبات الكحولية، ثانيا زيادة نسبة السكر في الدم، ثالثا الإصابة بالسمنة، رابعا تناول بعض الأدوية، وأخيرا الإكثار من تناول البروتينات والوجبات الدسمة المليئة بالدهون. هناك عدة أعراض تظهر على مرضى الكبد الدهني: أولا الشعور بالإجهاد والإرهاق بشكل دائم، ثانيا فقدان الوزن بصورة غير طبيعية، وأخيرا الشعور بألم مستمر في المنطقة العلوية من البطن. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك آراءكم في التعليقات.